ثلاثة أنا بعرفكوا ليه؟ على أساس تبقى أنت عارف عملتك اللي معاك دي تعمل فلوس قد إيه؟ ما تروحش بعيد برضه وتقول له معاه ربع جنيه يعمل 100 جنيه 200 جنيه ليه يعني ليه ليه؟ لا يمكن. أنت لو نزلت السوق لو نزلت لحد تبيعه هيضحك عليك هيقول لك أنت بتقول إيه ده ربع جنيه؟ ما هو مش نادر موجود كتير منه معمول منه 40 مليون قطعة يعني أنت عايز إيه؟ لسه قريب خالص فمش هنضحك على بعض ونقول 1993 ده موجود وموجود كتير بكثرة كتيرة جدا هيعمل إيه يعني 4 جنيه 3 جنيه إذا زاد أوي 5 جنيه إذا عرضته على موقع ممكن تعرضه ب 20 جنيه في منه ممكن يوصل ل 150 جنيه بس هي الأخطاء والكلام ده وحسب حالة العملة عملة أنصر وبتاع وكلام من ده بيجيب إنما في تواريخ معينة يا جماعة هنعرفها دلوقتي واللي هنعرف دلوقتي التاريخ إيه اللي مطلوب منه بالظبط ويعمل فلوس كتير تمام من الربع جنيه ده هو المخروج بس مش 93 يعني ال 93 ده موجود مع كله ما يعملش فلوس عشان ما نقولش اضحك عليكم في حاجه انا قلت هجيب لكم كل الاسعار والحقيقه بس وممكن السعر يغلى بكره انزل لك فيديو تاني واقول لك السعر غلى وبقى بكذا يعني اطمن كل شيء هجيبه لك باذن الله. الربع جنيه ده منه اصدارات هو اصدار بس ايه كان موجود منه اللي هو المشرشر اللي فوق اللي في الصوره دي زي ما انتم شايفين المشرشره واسعه شويه في الاولانيه الثانيه ضاقت شويه يعني ايه زي ما تقول سبع مشرشرة بقت ايه مثلا 10 بقت مثلا 12 كده اللي هو الحز بتاعه ده مشرشر حتى تلاحظها في الاسهم تحت موضحه اكتر اللي هو كبير صغير موجود يعني شوف العمله مترحله قد ايه مش موجوده خالص الاطار بتاعه مش موجود فدي يعني معلش تعمل فلوس بس برضه مش هنقول ان هي تعمل فلوس كتيره لان مش عمله قديمه قوي العمله يا جماعه لو قديمه ونادره هتعمل فلوس وحتى لو حديثه برضه فيها خطا زي دي تعمل فلوس يعني دي مثلا ممكن تعمل 150 جنيه ممكن تعمل 100 جنيه 200 جنيه ممكن هاوي ياخدها منك لانه بيحب العملات دي والناس دي بتحب العملات اللي هي مميزه شويه فيها اخطاء زي دي بيحتفظوا بيها ويحبوها ممكن تاخد نشوف اماكن او مواقع واسواق وجروبات اللي هي لبيع العملات والانتيكات والتحف ممكن تعرض على سوق اولكس ممكن تعرض على السوق المفتوح ممكن تعرض على كام بكام وعلي بابا وامازون في سوق في القاهره سوق ديانا بجوار سينما ديانا وسط البلد تقاطع شارع عماد الدين مع شارع 26 يوليو خلف بنك فيصل الاسلامي دي كل يوم سبت من 10 صباحا حتى 5 مساء في الاسكندريه كافيه صيام محطه مصر كل يوم 4 من 10 صباحا حتى 5 مساء في 18 شارع ابن عثمان ميدان صلاح مصر الجديد في شارع طلخه متفرع من صلاح الدين هايبر نجمه هليوبوليس لو انت مش من القاهره او من الاسكندريه ممكن تتعامل عن طرق شركات الشحن التسليم مقابل الاستلام يعني الشركه تسلم البند تستلم الفلوس وللشحن واجهه بحري ممكن تكتب في جوجل اسم شركه فصل للشحن ولو واجه قبلي ممكن تكتب شركه رابيدو للشحن اعتقد كده مفيش اي حاجه انت محتاجها في العملات القديمه وتسال عنها او تروح تبيع فين او تعرض فين او الكلام من ده كله اتبع الكلام ده كله وانت هتبيع عملتك بسهوله جدا تمام غير كده مش هتبيع في جروب برضه فيكتوريا سجل عليه وفي جروب تاني بيشتروا وتحت منه هو تسجل عليه وقف الفيديو وشوف وفي جروبين تانيين للتقييم وللبيع المباشر وبيقوم منك ب 200 جنيه ممكن ناخدها ب 250 جنيه وربع جنيه يعني معلش ما يسواش حاجه تمام وده ربع جنيه واحد من الاصدقاء بعته لي برضه في زياده اهوت في الحلقه بتاعت الربع جنيه موجوده زياده في الحديد بتاعه وده كان منه موجود منه ممغنط وغير ممغنط اللي هو ما بنقطش بالمغناطيس يا جماعه بيعمل فلوس كتير شويه يعني ممكن مثلا يوصل 40 50 جنيه يعني انما يعني وممكن يقل فعندك بقى التاريخ اللي هو المطلوب بقى النادر الشحيح اللي هو 1992 ده العمله دي بقى اللي ممكن ايه يعني نادره شويه دي لو معاك يعني مش هقول لك ممكن دي تعمل يعني توصل مثلا ل 3000 جنيه ممكن توصل 4000 جنيه واكتر ممكن توصل 5000 جنيه بدون اي عيوب من اي نوع نهائي في العمله وبنقول النوادر دي اللي بتعمل فلوس كتير لان ده حسب العرض والطلب وده قانون السوق العمله اما تكون كتيره بتقل في السعر وما تكون قليله وشحيحه بيزيد كتير في سعرها طبعا فده طبعا شحيح